الو الو ايوه كده الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ من غير اسم. من غير اسم. طب كم سنه؟ 23. مرتبطه؟ متجوزه. عندك اولاد؟ ربنا يخليهم. متجوزه بقالك قد ايه؟ 5 سنين. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ عن حب وتقليدي. وكان تقليدي وقلب حب. طيب احكي لي ايه الحكايه؟ الحكايه تمام. هي من 5 سنين كنا بنحب بعض تمام. هو قريبي وهو برضه يعني من شاب عادي ممكن يتعرف على بنات ويكلمها فاخترت من الاول لو فيها بنات مش عايزه. مش هي دي السكه اللي انا عايزاها. قال لي تمام وهنبعد عن البنات وخدي الاكونت بتاعي وتليفوني تمام. الدنيا كانت حلوة لحد بقى يقول لي ماما اتجوزنا. أول سنة تمام. بدأنا بقى في تاني سنة كان اتجوزنا بدري فدخل الجيش. شاف صحابه بيكلموا بنات وكده فكلم زيهم. بس هو أساسا كان بيكلم بنات وكان عايش حياته طبيعي يعني؟ لا لما دخلت في حياته لا خلاص اتغير وبقى إنسان تاني. بعد ما دخلتي حياته بشويه دخل الجيش؟ لا بعد ما اتجوز يعني. بعد ما اتجوزته حبينا بعض 3 سنين وبعد الجواز بسنتين دخل الجيش. كنت انا حامل وتمام وفشل صحابه بيكلموا قالوا له كلم تمام. كان كلم انا برضو داخله ما اعرفش. قشطه تمام. اداني تليفونه بفتره الجيش بفتش في التليفون لقيت اسم كذا بيكلم كذا تمام. بدأ بقى خلاص الخلافات تبدأ من هنا. قال لي مش هعمل كده تاني انا ده هم اللي قالوا لي تمام. سمحت مره. جينا بعدها بسنة بفتش في التليفون كالعادة. من الأول كان عندي ثقة كاملة فيه بعد كده الثقة اتهزت وهكذا لحد ما بقاش عندي ثقة أصلا. بس بفتش في التليفون كل يوم فأي حاجة يا أسامة ممكن تتخيلها. ممكن في الرسائل ذات نفسها اللي هي أصلا مش حد بيبعت مسجز دلوقتي. يعني بدأ يبعت مسجز علشان هو عارف إن محدش هيبص فيها. تمام. بدأ يسجل. أنت كده بتلفتي نظر الناس لحاجة مهمة جدا يا أسامة. ده حتى الكرة ما بيسيبوش ما بيسيبوش اي حاجه زي ما ممكن تتخيلها ممكن يكون بيعمل فيها. لا اصل يعني اكلمه. اصل يعني سوري انا اسف ان انا بضحك على حاجه زي كده. الناس كلها ستات بتفتش في الواتساب. ما يجيش في بال اي ست انها تفتش في الاس ام اس. ما مش انا بفتش في اي حاجه تمام. فجينا بقى خلاص انا بقيت بقى بزعل بتضايق خلاص الثقه اتهزت بقيت ببعد عنه. بيقول لي تبعد لي ليه؟ ببعد عشان انت عارف انا ببعد ليه. خلاص مش هعمل كده تاني خلاص. انا ايديا كلها اسامه مش بحكي لاي حد ولا اهلي ولا اهله ولا اي مخلوق في الدنيا ممكن يكون عارف غيري انا وهو. انا مش عايزه الموضوع يكبر. مش عايزه انا بينا اولاد بينا حب بينا عشره. ما يصحش اني احكي على كلام زي ده كلام ما يتحكيش. دي حاجات بيني وبينه. طيب وبعدين؟ هو ظاهريا يا اسامه كويس جدا. هو حقيقي حنين ما بيرفضليش حاجه. بس دي اكتر نقطه تعباني. انا تعبانه جدا يا اسامه. يعني من كتر قله الثقه هو يقول لي طب خلاص نرجع نثق في بعض تاني. انا مش قادره يا اسامه مش قادره اثق. يعني هو من ساعه اخر مره اتقفش هل ظهر عليه اي تصرف تاني؟ انا بحس انا كسفت بحس. بس مش شايفه له بقى اي مسجات مش شايفه له اي لا. حاجه لا طبعا. انت حاسه ان هو ممكن يكون بيدلت اول باول وبينظف تليفونه اول باول ومامن نفسه كده. بيدلت اكيد بس انا برضو مش عبيطه ان انا. طيب خليني اسالك المكالمات والحاجات اللي الرسائل اللي كانت بتحصل. مفيش مكالمات خالص. مفيش مكالمات. ما بيتكلمش حد على التليفون ما بيديش فيها غير الرقم بس. هو كلها مسجات يعني وسمع على الفيسبوك. ايوه المسجات دي فيها اشوفك بكره بعد الظهر مش عارف ايه حاجات كده. لا ما فيهاش مقابلات خالص. امال فيها كلام ازيك يا قمر عامله ايه القمر ده حلو شيك فستان كده. لا اعمق من كده. هو ما يعرفوش. هو زي ما تكون كده يا وسامه زي علاقه بيدخلوها مع بعض. هو زي شايف
هم كلهم كده كلهم من نفس النوعيه يخشوا يعملوا نفس النوعيات مع بعض ايا كان بقى هم مين ايا كان اللي ورا الشاشه ده فعلا ست ولا مش ست اصلا. اكيد كلنا عارفين ان في اكونتات ست كتير وبيفضوا الطاقه بتاعتهم بالظبط كده. دي حاجه مضايقاني جدا. هو مش بيكلمها ان هو بيحبها ولا ان هو ولا الكلام ده كله خالص وكلها تحت مسمى علاقه. مع اني يعني حسامه انا مش مقصره معاه. هو طبعا ده شيء مش لطيف في حد ذاته يعني شيء مش كويس يعني ما اقدرش اقول لك هي دي يعني معلش ودي حاجه تافهه. لا مش تافه. لا هو بيقعد يقول لي يا اسامه انا نفسي ابطل انا مش كده. لما بصلي بقعد استغفر ربنا انا عارف ان انا بعمل حاجه غلط. اساعديني ان انا ما يعني ما اكلمش حد تاني. ايوه هساعدك ازاي يعني؟ اقول لي يا اسامه طب انا اساعدك. لا قولي له هساعدك ازاي يعني مثلا ارقص لك بلدي في البيت ولا اعمل لك ايه يعني اساعدك ازاي؟ انا كست مش مقصره معاه في حاجه. لما بتضايق منه جدا ببعد عنه. ده طبيعي انا مش قادره اتكلم. ببقى خلاص زي ما جبت اخري. انا من النوع اللي انا لو كتمت خلاص بنهار في الاخر. انا بني ادم برضه ممكن اكون بتعامل طبيعي قدام الناس تمام بس بيني وبينه انا مش طايقاه. بيجي يقول لي لا خلاص انا اسف وانا مش بكرهه وما بقيتش بحبه زي الاول. بس لما بيقعد يعمل لي كده بحس ان انا ضعيفه قدامه ما اقدرش. طب انتي لسه شاكه لحد دلوقتي ان هو في حاجه؟ لسه شاكه. ولو واجهته هيقول لي ما فيش عندك دليل بكده؟ ما عنديش يا اسامه. بس انا حاسه وانا احساسي ما بيكدبش. دليل ان انا كل مره لما بحس بلاقي. طيب ما تطنشيه خالص. اعمل ايه طيب؟ كانك مش شايفه اي حاجه وكان ما فيش اي حاجه وتقالي عليه حبتين. خليه هو اللي يبتدي يدور وراكي. مش يدور وراكي يعني والعياذ بالله في حاجه وحشه. لا يعني هو دايما المتسائل هي رمت طوبتي ولا ايه. خليه يشعر الشعور ده شويه. الشعور ده ممكن يخليه يتغير يخليه يهتم. لان كتير جدا لما ببقى مطمن ان اللي معايا دي خلاص في جيبي وانا مطمن ببقى مطمن. اول ما ابتدي اشعر بالقلق شويه ابتدي اهتم ابتدي افكر. تبتدي تاخد مساحه من تفكيري كبيره ويعيش بقى في حاله القلق دي شويه لانه محتاج يعيش في حاله محتاج ما يبقاش فاضي. انت فاهماني؟ هو يا اسامه انت فاهمني انا مش متجوزه انا وهو بس احنا بيت عيله فطبيعي ان انا مش بحب ان انا ابين حاجه قدام حد. لا مش الفكره ما تبينيش حاجه. بنتكلم عادي. بصي فاهم ان احنا بنتكلم عادي بنتعامل عادي. حلو ما خلي الناس تفهم اللي تفهمه. الناس تفهم اللي تفهمه ده موضوعها مش موضوعنا احنا. فوقت ما بيتقفل علينا الباب انا ببقى متضايق جدا منه ببقى ايوه انا اقول له انا تعبانه منك مش قادر. ما تقولي له في وشه قولي له انا مش عارفه. انا قلت له زي ما قلت كلام كتير يزعل. قلت له قولي له مش عارفه اصفى لك تاني. انا خلاص انا ما بقتش. انا قلت له ان انا مش قادره اصفي اصلا. قال يعني انا اتهزيت قدامك؟ قلت له اكيد اتهزيت. انت مش اتهزيت انت حاسس ان انت اتمحيت من قدامي. مش عارفه ارجع له تاني ابدا. مش عارفه اثق ان ده تليفونه ممكن يكون مش عليه حاجه. بصي مسكني تليفونه يا اسامه بيقول لي خدي امسحي اللي انت عايزاه. اللي انت عايزه تقلبي فيه قلبي. امسحي لي اللي انت عايزاه خدي. عايزه اقول لك حاجه. اعملي له ديليت. مش الفكره في كده. الفكره انك ان هو بقى لا هتهدي بالنسبه له عادي. لا خالص الحدوته مش كده. الحدوته ان انت هتفضلي تاكلي في نفسك ولا هتعرفي تثبتي حاجه ولا هتعرفي تعملي اي حاجه. حتى لو ما بيعملش حاجه هتفضلي بتاكلي في نفسك شويه. انما تعالي نشوف القصه تروح فين. القصه ببساطه مطلقه ان البني ادم لما بيفضى بيبقى عنده فراغ بيبتدي يفكر يملى فراغه في ايه. عينيه تروح كده دماغه تروح كده افكاره توديه كده طول ما هو فاضي. هو محتاج ما يبقاش فاضي. يا يبقى مهتم قوي بشغله تشجعيه قوي انه يتفرم في شغله اكتر. اوكي؟ في نفس الوقت يفضل مشغول بيكي يفكر فيكي ويفكر هي بتعمل كده ليه؟ طب هي في ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ هي يعني لازم يفضل متزاول كده. عشان ما هو زي ما بقول لك ايه الحل؟ يعني الحل ان هو ايه؟
يبتدي يراضي فيكي ويدلع فيكي ويدادي فيكي وتقربي شويه وتبعدي شويه علشان يفضل متزاول معاكي كده، يتسحل معاكي زي ما بيقولوا، لعشان ما يفكرش، ما يبقاش عنده وقت يفكر يروح يمين ولا شمال. بس عايز اقول لك حاجه، الحياه مش كده كئيبه جدا جدا بالنسبه لي انا كئيبه ده، لا ده اي وضع لا خالص، وبالنسبه له هو كمان كئيب. فانت ممكن تقعدي معاه قعده قبل ما نبتدي اي حاجه، قولي بص بقى يا معلم، انت ليك سوابق مش كويسه، حلو، هتقعد تقول لي بقى فتشي في التليفون، قلبي في مش عارف انا ساعات باخدها بالزرع ده، اقول له بص على فكره انا عارفه بس معديه، لا بس لو عدي لا 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 ما تتخدش بهزار وما تتقلش بالشكل ده وما تقولش معديه. يا بنت الناس ما هي واضحه، قولي له دلوقتي خير في سلامه وسلامه في خير، انا النهارده قفشتك مره واتنين، ده هد الثقه اللي ما بيني وما بينك، عشان الثقه دي تتبني تاني عايزه لها سنين، في السنين دي انت اللي هتثبت وانت اللي هتعمل وهتبذل مجهود عشان تثبت تاني انك قد الثقه، عشان الثقه ترجع تاني. وعايز اقول لك حاجه، احنا كنا عايشين حياه حلوه قوي، انت بوظتها كلها، انت المسؤول عن خراب الحياه اللي احنا فيها دي، فيا تصلحها يا تستحمل خرابها بقى، لان انا مش عايز ابقى نكدله ولا عايز ابقى غم ولا عايزه ولا عايزه ولا عايزه، انما يا حياتي تبقى مظبوطه يا ملهاش لازمه اساسا.